خلينا نحاول نفهم الصورة بشكل أفضل مع دكتور إيمان زهران أستاذة العلاقات الدولية. صباح الخير على حضرتك دكتور إيمان. صباح الخير لحضرتك. الحقيقة أن خطوط نورد ستريم والأعطال اللي حصلت فيها والتفجيرات واللي نسبت إلى أعمال متعمدة في أغلب هذه الحالات، الاتهامات ما زالت متبادلة ما بين روسيا وما بين الأطراف الغربية في مين المسؤول عن هذا الأمر. عدم وجود روسيا في التحقيقات أمر حضرتك يعني بطريق إزاي، وطلبات روسيا بوجودها في هذه التحقيقات؟ هو فكرة الرفض الأوروبي لإشراك الجانب الروسي في التحقيقات ده بيدل على وجود أزمة فعلية أو قال الجانب الروسي تستر على من قام بالعمليات الإرهابية، لأنه الأمر في حد ذاته يدخل في نطاق العمليات الإرهابية. يعني تخطينا مرحلة استهداف البنية التحتية لما بعد ذلك، استهداف البنية التحتية في جسر القلب لما بعد ذلك في استهداف الديات والدواعم الرئيسيه لعمليات التصنيع او الصناعه، خاصه ان الحادثه لم تستهدف فقط خط واحد نورد ستريم واحد، ولكن استهدفت الخطين. يعني ان كان هناك عدد من التكهنات انه حادث عرضي، على سبيل المثال ان خط نورد ستريم او الخط الاول هو خط قديم وقد يحدث هناك نوع من التآكل والتغيرات الخاصة بالخطوط، لكن بالمقابل الخط الثاني لم يتم استخدامه بعد، وبالتالي الحديث عن أنه حادث عرضي لا يدخل في نطاق هذا الأمر. وبالتالي هناك إشكالية، ووجود الجانب الروسي ضمن التحقيقات بيضمن النزاهة ومعيار الثقة كذلك. نتحدث عن أزمة تطال المنطقة كلها. وجهة النظر الأوروبية بتتحدث عن يعني أن روسيا جانب غير مرحب به، خصوصا وجودها في هذه التحقيقات، وأن هو يعني شايفين أن ده مش هيضمن النزاهة. بالعكس كانت الاتهامات من بداية من أول يوم إلى الجانب الروسي بأن هو وراء مثل هذه الأحداث. مدى تأثير هذا الأمر ومدى جدية لو نتحدث بقى على تصريحات من الجانب الروسي باستخدام السلاح النووي وبقيام استخدام السلاح النووي أو حرب نووية ثالثة إذا انضمت أوكرانيا إلى حلف الناتو؟ أما التلويح بالورقة النووية بشكل كبير هي نوع من الحرب السيكولوجية اللي بيتعمدها القادة ليس فقط روسيا، لكن الدول التي تمتلك السلاح النووي بشكل كبير دائما بيتم التلويح بتلك الورقة لإثارة الجدل، تعبئة الرأي العام لدى شعوب الدول المستهدفة وما إلى ذلك. في نظري هو نوع من الحرب السيكولوجية. إذا سمحتي دكتور إيمان، ولكن التصريحات اللي كانت صادرة من الجانب الأمريكي تحديدا ويعني أن التهديدات النووية الروسية تؤخذ على محمل الجد في هذه الفترة بالذات، وأن هو يعني خلاص تعدينا كونها مجرد تلويح باستخدام هذه الورقة إلى ربما أن يتم استخدامها فعليا. عامة يعني الحرب النووية أو استخدام السلاح النووي تأثيراته بعيدة المدى، يعني لا تطال فقط الدولة اللي يتم استهدافها سواء أوكرانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية، لكن مداها الجغرافي عامة بيتعدى خطوط الدولة كذلك. يعني ده لو سلاح نووي استراتيجي، لكن لو سلاح نووي تكتيكي يعني بيبقى النطاق بتاعه في حجم مدينة مثلا كبيرة شوية. من الصعب عامة برضو ان يتم التنبؤ بنطاق التأثير. قد يؤخذ اكيد تؤخذ اكيد في الاعتبار تلك التهديدات، لكن وجودها كحيز رئيسي لإدارة ملف الأزمة القائمة ما بين روسيا والجانب الغربي يعني هي تعتبر نقطة من ضمن نقاط كثيرة بيتم إدراجها في إدارة العلاقات أو في إدارة ملف الأزمة بشكل كبير. نعم، طيب ماذا عن الخطوات القادمة؟ لو تحدثنا عن التصعيد اللي حصل على الأرض الأوكرانية والدخول إذن في مناطق صراع جديدة، حضرتك شايفة الخطوات القادمة من الجانب الروسي وأيضا من الجانب الأوكراني المتوقعة هتكون إيه؟ بشكل عام أنا أتوقع أنه بيتم التصعيد من جانب الطرفين، سواء من الجانب الروسي عبر عمليات الإنزال، إعادة توطين مساحات عسكرية أخرى وما إلى ذلك. في المقابل أتوقع أن الجانب الأوكراني بيحاول موازنة معادلات الحرب القائمة على الأرض، الاستعانة بدعم الحلفاء الغربيين بشكل كثير، ده يعني جنبا إلى جنب الضغط الأوكراني لإتمام عمليات الانضمام لحلف الناتو.
وبالتالي يصبح له شرعية، حينما لديه شرعية الانضمام أصبح لديه شرعية مظلة حلف الناتو. طيب، دعم الناتو في الصراع. بالحديث عن الانضمام إلى حلف الناتو يا دكتور إيمان، يمكن نقطة مش واضحة للعديدين وأنا منهم، فاسمح لنا نستغل جهود حضرتك معنا لشرحها بشكل سريع. روسيا بتهدد أن هو حال انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو سيتم اللجوء إلى، أو يعني ستكون هناك حرب عالمية ثالثة. بالمقابل لم يتم، يعني لم توجد تصريحات بنفس الدرجة لما تحدثنا عن انضمام فنلندا والسويد، خصوصا فنلندا اللي ليها حدود كبيرة مع الدولة الروسية. تفسير حضرتك إيه؟ عامة الدولة لا يخص فقط فكرة الحدود المقابلة أو المتاخمة لروسيا الاتحادية، ولكن كذلك عمق الدولة في حد ذاته، مقدراتها السياسية ومقدراتها العسكرية. أوكرانيا بتعتبر مجال حيوي قائم لدى روسيا، ليس فقط في منطقة البعد الجغرافي، لكن كذلك مجال حيوي للعمق الروسي من ناحية الاستراتيجية ومن ناحية الاقتصادية على وجه الخصوص. ده بجانب الاتفاق اللي تم بعد انتهاء الحرب الباردة وتفكك الاتحاد السوفيتي بالتزام الكتلة الشرقية الحياد التام عن حلف الناتو، اللي كان تم تأسيسه بالأساس لردع الكتلة الشرقية أو لردع الاتحاد السوفيتي في السابق. وبالتالي هناك إخلال بالتحالفات اللي تمت أو بالاتفاق اللي تمت في وضع أو في توقيت حاسم بتعاد تموضع روسيا مرة أخرى على خرائط النظام الدولي بشكل كبير. تمام، بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور إيمان زهران، أستاذة العلاقات الدولية، على هذه المداخلة وعلى كل هذه التوضيحات.